السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، طلاب الصف الرابع، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. أعزائي الطلبة، بعد أن تعرفنا إلى الحكومة وتعرفنا أن الحكومة هي السلطة المسؤولة عن تنفيذ القوانين، لابد أن نتعرف من هي الجهة أو السلطة المسؤولة التي تقترح هذه القوانين وتقرها. هل سمعت بمجلس الأمة؟ أو سمعت بمجلس النواب أو مجلس الأعيان؟ سنتعرف إلى هذه المجالس لكي نتعرف من هي الجهة المسؤولة عن إصدار القوانين واقتراحها وتأكيده. بسم الله نبدأ. ما السلطة التي تصدر القوانين وتقترح القوانين وتشرعها؟ أحسنتم، إنها السلطة التشريعية هي المسؤولة عن إصدار القوانين واقتراحها وتشريعها. من هي السلطة التشريعية؟ السلطة التشريعية هي مجلس الأمة. مما يتكون مجلس الأمة؟ أحسنتم، يتكون مجلس الأمة من مجلس النواب ومجلس الأعيان. مجلس الأمة يتكون من مجلس النواب ومجلس الأعيان. إذا مرة أخرى، مجلس الأمة يتكون من مجلس النواب ومجلس الأعيان. ما المقصود بمجلس النواب؟ مجلس النواب يضم نوابا، هم مجموعة من الأشخاص ينتخبهم المواطنون الأردنيون كل 4 سنوات، ويمثل كل محافظة عدد من النواب. ومن حق كل مواطن أردني أتم 18 من عمره أن يختار من يمثله في المجلس. أما مجلس الأعيان فهو الطرف الآخر الذي يمثل مجلس الأمة. قلنا أن مجلس الأمة يتكون من مجلس النواب ومجلس الأعيان. إذن مجلس الأعيان هو الطرف الآخر الذي يمثل مجلس الأمة، والذي يعين أعضاؤه جلالة الملك وفق أحكام الدستور. ما هي واجبات مجلس النواب ومجلس الأعيان؟ واجباتهم اقتراح المشروعات، اقتراح مشروعات القوانين ومناقشتها وإقرارها أيضا، إضافة إلى مراقبة أعمال الحكومة. لذلك يجب على المواطن أن يختار الشخص المناسب الذي يمثله في هذا المجلس. ويشارك مجلس الأعيان ومجلس النواب في اقتراح مشروعات القوانين ومناقشتها وإقرارها، إضافة إلى مراقبة أعمال الحكومة. نعم، إذن واجبات مجلس النواب ومجلس الأعيان هي مناقشة واقتراح القوانين، إضافة إلى إقرارها ومراقبة أعمال الحكومة. ننتقل الآن إلى أسئلة الدرس. السؤال الأول يقول: قارن في الجدول الآتي بين مجلس النواب ومجلس الأعيان من حيث الواجبات وطريقة اختيار الأعضاء. واجبات مجلس النواب ومجلس الأعيان: اقتراح مشروعات القوانين ومناقشتها وإقرارها، إضافة إلى مراقبة أعمال الحكومة. طريقة اختيار أعضاء مجلس النواب: ينتخبهم المواطنون الأردنيون. أما مجلس الأعيان، يقوم جلالة الملك بتعيينهم وفق أحكام الدستور. ننتقل إلى السؤال الثاني: هل يحق لك وأنت في الصف الرابع اختيار من يمثلك في مجلس النواب؟ ولماذا؟ لا يحق لي وأنا طالب في الصف الرابع اختيار من يمثلني في مجلس النواب، لأنني
لم أبلغ 18 من عمري. السؤال الثالث يقول: أكمل الفراغ بما هو مناسب فيما يأتي. تسمى الجهة التي تشرع القوانين السلطة التشريعية. نعم، يحق للمواطن الأردني الانتخاب في سن 18. يطلق على مجلس الأعيان ومجلس النواب اسم مجلس الأمة. أحسنتم يا رابع، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحصة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.